السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. النهاردة هعمل لكم طريقة الجلاش بالجبنة الشيدر، طريقة سهلة جدا وبسيطة. أنا بعملها على طول من زمان جدا وبحبها قوي. هي عاملة زي البيتزا كده، زي طعم البيتزا، عشان بحط لها طماطم وزيتون وفلفل مع جبنة الشيدر أو جبنة رومي. الجبنة الموجودة عندك، أي نوع جبنة عندك، بتدي طعم البيتزا وبتبقى جميلة جدا، والأطفال بيحبوها جدا جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو. أنا جبت بولة كبيرة بحط فيها الجبنة الشيدر، بحط هي الكمية دي ربع كيلو بس، أنا مش هحطها كلها عشان ما تبقاش حادقة قوي. هحط بس يعني نصها كده أو تلات أرباعها، وهحط عليها الطماطم والزيتون والفلفل. ودلوقتي انا جبت صينية ودهنتها سمنة، وبشوف اللفة بتاعت الجلاش بتاعتي بتبقى فيها قد ايه، بتبقى فيها كام رق. انا بعدهم لقيتها اللفة اللي انا جايبها دي لقيتها 16 رق جلاش، فانا بقسمهم نصين بحيث ان يبقى النص اللي تحت قد النص اللي فوق، عشان ما يبقاش في جزء عالي وجزء واطي. ولقيتها كمان كبيرة عن الصينية بتاعتي، فبقسمها نصين او نص وثلاث ارباع، بحيث ان يكون اللي تحت قد اللي فوق. يعني لو اللي تحت 10 يبقى اللي فوق 10، لو تحت 8 يبقى اللي فوق 8، لو 12 يبقى اللي تحت اللي فوق 12، بيبقى على حسب كده. دلوقتي انا برص الرقات بتاعتي، برص يعني رقين او ثلاثة، وتحطي سمنة يعني رقين تلاتة او حط سمنة، رقين تلاتة او حط سمنة. دلوقتي انا عملت اهو رقين، وبحط السمنة بتاعتي وبوزعها كده. انا مسيحة السمنة لان هي كانت جامدة شوية، فانا مسيحاها على البوتاجاز. فدلوقتي انا بحط السمنة بتاعتي وبفضل برضو افضل احط لغاية ما يبقى العدد اللي تحت قد العدد اللي فوق، وفي النص بحط المكونات بتاعتي. يلا هرص كله وهحط المكونات، وهرص الجزء كمان اللي فوق، وهرجع لكم تاني. We'll be right back.
ودلوقتي خلاص انا رصيت الصينية بتاعتي كلها وبقطعها من فوق، بحط لها سمنة الاول وبعدين بقطعها بالطريقة اللي انتي بتحبيها عادي جدا. وبعد كده بجيب بيضة ولبن، ممكن كوباية تحطي فيها بيضة ولبن زي نص كوباية كده، او انا جايبة طبق اهو، بحط شوية لبن عليه وملح وفلفل وبقلبهم كويس قوي، وبعد كده بحطها على الصينية من فوق بحيث ان اللبن والبيض ينزل يدخل ما بين الاماكن اللي انا قطعتها ويتشرب في الصينية كلها بتاعتي. يلا بينا هضيف البيض واللبن على الصينية بتاعتي وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص الصينية بتاعتي جاهزة اني احطها في الفرن، هحطها تحت على الشبكة شوية على نار متوسطة وبعد كده هرفعها فوق اشغلها الشواية عشان تاخد اللون بتاعها. وكده الصينية بتاعتنا تكون خلصت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تعملوا لي سبسكرايب وتعملوا لي لايك وكومنت عشان تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. وباي باي.